فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: مرت أجيال من أجدادي لم يورثوا النساء، فوصل الإرث إلينا الآن وإلى أبي، فهل نأخذ من الورثة ما سبق ونقسمه بين النساء السابقات أم ماذا نصنع؟ اللي راح راح، ما لكم فيه دخل. لكن إذا كان لكم أمر، إذا كان لكم أمر فأنكم تورثون النساء، أما إذا كان ما لكم أمر ما، هذا رجع لولاة الأمور. وأيضا الماضي ما ترجعون للماضي تأخذون اللي مع النساء الماضيات، لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.